اما مواطن 9 سنوات ما ياخذ راتب، انا هاي لا صارت بالسماء ولا صارت بالقاع. مناشدة بخصوص موضوع ابطال حشد الدفاع، هذه الشريحة المظلومة والمغبونة عليها 9 سنوات بلا راتب وماسكين قواطع ساخنة تبدا من شمال بابل الى جنوب الموصل، وعندنا اعداد هاي من الجرحى وشو، انطوني الفرات. فرات. نعم استاذ. انت بحشد الدفاع، شنو صار لكم 9 سنين بدون رواتب؟ استاذ احنا انا من كربلاء. اي. اداوم بدياله. اي. احنا صار لنا 9 سنوات بدون رواتب. اي. احنا عندنا كتب رسميه باعتراف وزاره الدفاع منشورين على وزاره الدفاع. عمليات، فرقة، لواء، أقوات، سرايا. اي. حتى يجونا امر لواء يزورنا، يجينا لجان يومية بين يوم ويوم يزور قواطعنا. اقول لك. نعم استاذ. انت صار لك 9 سنين تداوم بالحشد بدون راتب؟ والله استاذ بدون راتب. على بدون راتب؟ والله بدون راتب استاذ. اقول لك فرات، على على قولت هذا من كل عقلك. اي والله يا استاذ 9 هاي راح ندخل السنه العاشره. اي زين بابا 9 سنين انتوا عندكم امر لواء، ها امر لواء صدق له يعني شايل رتبه. اي استاذ امر لواء عندنا، قائد فرقه عندنا. بابا اسمعني فرات، فوج امر لواء، امر لواء شايل سيفين وتاج. نعم ها نعم استاذ عندنا. زين انتوا تطلعون واجبات؟ واجبات مستمرين بالواجبات. لازمين قواطع. لازمين قواطع. زين يوميا تجينا لجان زورنا. زين بابا انت 9 سنين عندك عائله؟ استاذ عندي عائله وعندي اطفال. زين شو يقولوا لكم؟ من يجي السيد عامر لواء ومن يجي السيد قائد فرقة يطلعكم ويسولف وياكم. نعم استاذ. زين ما تقولون له احنا نشتغل بلاش. يقول انت شغلتكم يم الدفاع ويم المالية. زين بابا انت باكر انت من تنكتل بالواجب. انت شي يسمونك؟ ضحية ارهاب استاذ. ها؟ ضحايا ارهاب ما يسجلوني على وزاره الدفاع. يا وزير الدفاع انا حتى ايام الوزير السابق حكيت على قضيه حشد الدفاع. دقيقه يا ابني. حكيت على قضيه حشد الدفاع. زين هذا يداوم عد الدوله والدوله ما معترفه بوجوده ويقول عندي امر لواء ويقول عندي قائد فرقه. زين هذا الان لواء وقائد الفرقه هذا ارتباطه بمن؟ أكيد ارتباطه بالدفاع. زين لما يقول له عندي حشد الدفاع وحشد الدفاع ما تعترف به وزارة الدفاع. زين هذا من يصير عليه شيء باكر ابن الناس منو مسؤول عنه؟ منو مسؤول عنه يا معالي الوزير؟ يا دولة القائد العام للقوات المسلحة هذا اللي يسمعه صدق لو كذب؟ زين ايش قد عددكم بابا؟ ايش قد عددكم؟ احنا عددنا 16,000. زين انتم 16,000 كلكم تداومون؟ كلكم ما تاخذون راتب؟ استاذ نجم هسه احنا عندنا مظاهرات باب الخامسة بغداد. انا اشوفكم باب المظاهرات اشوفكم. حاليا عندنا مظاهرات. انتم تعوفون الدوام تتظاهرون؟ والله استاذ راح اعطيك معلومه للتاريخ. والله استاذ ابيع بعت مرت ذهب مرتي وصعدت للدوام. والله يا اخوي يا دولة القائد العام للقوات المسلحة يا معالي وزير الدفاع هاي 7 مرات 8 مرات أعرض قضية حشد الدفاع لو تقولوا لهم داوموا وأنتوا بالدولة ولكم رواتب لو تحلوهم ما تردوهم حلوهم أما مواطن 9 سنوات ما يأخذ راتب أنا هاي لا صارت بالسماء ولا صارت بالقاع. استاذ نجم أعطيك معلومة. اي يعني انا حال الجندي وياي من يجي واضح 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 ابني واضح وجاء امر لواء يعني حاسس انه حاسس الجندي. ماشي 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 يعني اشكرك.
أنا أشكرك، أشكرك فرات، الوقت داهمنا، هكذا كانت مناشداتكم لهذا الاسم.